لقرآنه وكتابه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للدعاء والتوسل بالقرآن. تجهزوا أيها الأحبة، تهيئوا، ضعوا القرآن بين أيديكم وانشروه كهيئة القانت كمن يريد أن يقنت فيرفع كتاب الله عز وجل متوجها إلى القبلة إلى بيته الحرام، متوجها إلى الله عز وجل بكتابه العزيز. صلوا على محمد وآل محمد. ثانية. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثالثة. تابعوا معي في الدعاء وأنت تنشر كتاب الله عز وجل بين كفيك في قبال السماء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم، فلا أحد أعرف بحقك منك. ضع القرآن على رأسك مقدسا ومقدرا ومحترما لكتابه، أن هذا القرآن فوق رأسي وأنا العبد، أنني كلي بكل جوارحي وذرات بدني احترام وتقدير لهذا القرآن، ومكانه أن يحترم ويقدر فوق رأسي جميعا. بك يا الله، 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 بمحمد، 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 بعلي، 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 بفاطمة، 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 بالحسن، 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 بعلي بن الحسين، 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 بعلي بن الحسين،
بعلي بن الحسين، بعلي بن الحسين، بمحمد بن علي، 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 بجعفر ابن محمد، 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 بموسى بن جعفر، 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 فرج عن كل سجين يا الله بجاه موسى بن جعفر، بموسى 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 بن جعفر، بعلي بن موسى، 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 بمحمد بن علي، 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 بعلي بن محمد، 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 بالحسن بن علي، 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 قفوا بالحجة، 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 اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. سلوا حوائجكم وأنتم وقوف بين يدي الله. يراد للإنسان أن يلح على الله في الدعاء وهو قائم وهو قاعد وهو راكع وهو ساجد، وهذا دأبنا في الإلحاح على الله. اسألوا حوائجكم وأنتم وقوف. رددوا معي هذه الكلمات التي وردت في رواية أن الإنسان يستحب وهو واقف
أن يضج إلى الله عز وجل كيوم قيام الساعة وهو واقف بين يدي الجليل جل وعلا. ضع القرآن لا بأس، ضع القرآن، ولكن كونوا في حالة وقوف كيوم الوقوف في المحشر، والناس تنظر إلى رحمة الله يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. جميعا أيها الأحبة، يا رحمن 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 يا رحيم 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 ارحمنا 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 اغفر لنا 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 تب علينا. إلهي يا الله، ونحن وقوف كوقفة ليلة أو يوم الحشر، تب علينا. مد يديك إلى الله كهيئة من يريد أن يأخذ شيئا من السماء، مد باعك إلى الله. تب علينا تب علينا تب علينا تب علينا. إلهي فرج عنا 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 انتقم لنا انتقم لنا انتقم لنا انتقم لنا انتقم لنا انتقم لنا انتقم لنا. إلهي يا منتقم 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 يا الله 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 يا رب محمد وعلي يا رب محمد وعلي يا رب محمد وعلي يا رب محمد وعلي يا رب محمد وأهل بيته يا رب محمد وأهل بيته فرج لنا 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 بجاه محمد وآله الطاهرين. على محمد وآل محمد. استريحوا استريحوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. استريحوا جماعة. الله محمد وآل محمد. وكما قلنا نلح على الله في السجود والقيام وأيضا في حال الجلوس، نتوجه إلى الله بأدعية ليلة القدر الواردة عن لسان أهل العصمة عندما نريد أن نخاطب الله عز وجل. قد يخوننا الخطاب، ولكن عندما نتحدث بلسان أهل البيت
فإننا نتوجه إلى الله عز وجل بلسان معصوم، وهو وسيلة وشفاعة. نتوجه إلى الله بأدعية ليلة القدر، وأنت جالس لا يأخذك السأم ولا الملل، لأنها ليلة خير من ألف شهر. ليس أنها تساوي ألف شهر، خير يعني أكثر من ألف شهر كل خيرات هذه الليلة، فلا يأخذك السأم. اللهم صل على محمد وآل محمد، تابعوا في الدعاء وفي الكلمة. اللهم إني أمسيت لك عبدا داخرا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا أصرف عنها سوءا، أشهد بذلك على نفسي وأعترف لك بضعف قوتي وقلة حيلتي. فصل على محمد وآل محمد وأنجز لي ما وعدتني وجميع المؤمنين والمؤمنات من المغفرة في هذه الليلة، وأتمم علي ما آتيتني، فإني عبدك المسكين المستكين الضعيف الفقير المهين. اللهم لا تجعلني ناسيا لذكرك فيما أوليتني ولا لإحسانك فيما أعطيتني، ولا آيسا من إجابتك وإن أبطأت عني في سراء أو ضراء أو شدة أو رخاء أو عافية أو بلاء أو بؤس أو نعماء، إنك سميع الدعاء. يا ذا الذي كان قبل كل شيء ثم خلق كل شيء ثم يبقى ويفنى كل شيء، يا ذا الذي ليس كمثله شيء، ويا ذا الذي ليس في السماوات العلى ولا في الأرضين السفلى ولا فوقهن ولا تحتهن ولا بينهن إله يعبد غيره، لك الحمد حمدا لا يقوى على إحصائه إلا أنت. فصل على محمد وآل محمد صلاة لا يقوى على إحصائها إلا أنت. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم في ليلة القدر وفي القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم، واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع علي في رزقي وتفعل بي ما أنت أهله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن الرب ربي لا شريك له ولا ولد له ولا والد له، وأشهد
أشهد أنه الفعال لما يريد والقادر على كل شيء والصانع لما يريد والقاهر من يشاء والرافع من يشاء مالك الملك ورازق العباد الغفور الرحيم العليم الحليم. أشهد 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 إنك سيدي كذلك وفوق ذلك لا يبلغ الواصفون كنه عظمتك. اللهم صل على محمد وآل محمد واهدني ولا تضلني بعد إذ هديتني إنك أنت الهادي المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم امدد لي في عمري وأوسع لي في رزقي وأصح لي جسمي وبلغني أملي وإن كنت من الأشقياء فامحني من الأشقياء. إلهي قدر لنا هذا القدر في هذه الليلة كلها طلبات إلى الله عز وجل. واكتبني من السعداء فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلواتك عليه وآله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. اللهم اجعل فيما تقضي وفيما تقدر من الأمر المحتوم وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم. واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع لي في رزقي يا باطنا في ظهوره ويا ظاهرا في بطونه ويا باطنا ليس يخفى ويا ظاهرا ليس يرى يا موصوفا لا يبلغ بكينونته موصوف ولا حد محدود ويا غائبا غير مفقود ويا شاهدا غير مشهود يطلب فيصاب ولم يخل منه السماوات والأرض وما بينهما طرفة عين لا يدرك بكيف ولا يؤين بأين ولا بحيث. أنت نور النور ورب الأرباب أحط بجميع الأمور سبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره. يا رب ليلة القدر هذه الليلة العظيمة وجاعلها خيرا من ألف شهر ويا رب الليل والنهار والجبال والبحار والظلم والأنوار والأرض والسماء يا بارئ يا مصور يا حنان يا منان يا الله يا رحمن يا الله يا قيوم
يا الله يا بديع، يا الله يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، يا الله، أن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب الشك عني، وترضيني بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له، محمد وآل محمد عليهم السلام. يا مدبر الأمور، يا باعث من في القبور، يا مجري البحور، يا ملين الحديد لداود، صل على محمد وآل محمد، وافعل بما أنت أهله، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين. إلهي رفعنا طلبنا إليك، وأنت أعلم بحاجاتنا، صل على محمد وآل محمد، واستجب لنا الليلة 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 الليلة. اللهم اجعلني من أوفر عبادك نصيبا في كل خير أنزلته في هذه الليلة، وأنت منزله من نور تهدي به، أو رحمة تنشرها، أو رزق تقسمه، أو بلاء تدفعه، أو ضر تكشفه. واكتب لي ما كتبت لأوليائك الصالحين الذين استوجبوا منك الثواب وآمنوا وأمنوا برضاك عنهم منك العقاب. يا كريم يا كريم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. صل يا رب على محمد وآل